عادت المراكز التجارية والأسواق العامة في العراق إلى استقبال المواطنين وفتح أبوابها أمام المتسوقين بعد أشهر من الإغلاق بسبب فيروس كورونا، إلا أن أصحاب تلك المحال ناشدوا الحكومة أكثر من مرة بضرورة فتحها نظرا للخسائر الكبيرة التي يتكبدونها جراء الإغلاق. وفقا لهذا القرار، قلصت الحكومة أوقات حظر التجوال لتكون من 9 ليلا وحتى 5 صباحا، إسوة ببقية الدول أو بعض الدول اللي خففت إجراءات الحجر بالنسبة لمواطنيها. سوف يكون صائب إن شاء الله إذا طبق بالشكل الصحيح مع اتخاذ جميع الإجراءات الوقائية بالنسبة للمواطن وبالنسبة للمؤسسة نفسها، كانت تكون مولات أو مؤسسات أو مرافق أخرى. يجب أن تتعاون جميع المؤسسات في تقدير موقف الدولة في تخفيف الحجر وتخفيف الإجراءات بالنسبة لمكافحة جائحة كورونا، حتى يتم أو حتى تصل الدولة إلى أن يكون قرارها صائب. مواطنون أبدوا خشيتهم من ارتفاع أعداد المصابين بالفيروس مع بدء تنفيذ هذا القرار، لكنهم في الوقت نفسه شددوا على ضرورة الالتزام بإجراءات الوقاية وعدم التساهل مع الوباء، وهذا ما أكدت عليه الحكومة أيضا. احنا طبعا هذا المرض هو يعني ملاحقنا، أكيد ما راح يخلينا نعيش بصورة طبيعية مثل السابق، يعني راح نبقى خايفين ومتقيدين، تعرف يعني ما تقدر تلمس حاجة، ما تقدر تتصرف على طبيعتك، أكيد مو مثل الحياة السابقة. راح نبقى متقيدين وملتزمين يعني بالتزاماتنا اللي هي مال مرض كورونا، يعني الكفوف والكمامات منها لما ينتهي هذا الوباء. أي هذا هو مكافعات؟ أي والله مكافعات حظر، لأن هو كانوا منطينا حظر وما مستفادين منه شيء، يعني الحظر بس بالاسم، يعني هو حظر والدنيا كلها طالعة، أما فتح المولات هي بقية المحلات مفتوحة، ولو القانون يطبق على الكل لو لا يطبق. إذا رفعوا بعد العيد، إذا هنا عندك هذا القرار ما يرجع للحكومة، يرجع القرار لخلية الأزمة. خلية الأزمة إذا تقرر هي فتح المولات أو كانت إغلاق المولات أو كان بشكل عام جميع الأسواق الموجودة في بغداد. هذا القرار يعود على عدد كثرة الإصابات الموجودة في بغداد وقلة الإصابات، يعني كثرة عدد الإصابات يؤدي إلى إغلاق المكانات الاجتماعية. أما إذا تقلصت راح يفتحوا لك مكانات اجتماعية، وفي الحالة اعتين احنا ما مستفاد شيء. في أيام العطلة احنا عندنا عدد إصابات ما تتجاوز 2000، وفي أيام العادية كذلك نفس الشيء. فتح المولات هو شيء إيجابي بالنسبة اللي يشتغلون به، بس سلبي بالنسبة للزبون. بس احنا مثل ما جاي تشوف يعني اكو إجراءات وقائية، كفوف، كمامات، تعقيم، يعني ما جاي يخلون لا زبون ولا أبو محل يتمشى بدون إنه كمامة أو كفوف، شيء ضروري هذا الشيء. بس بنفس الوقت إنه الزبون إذا أجى وما التزم بهذا الشيء راح يكون سلبي عليه، يعني أكون من جهة إيجابي ومن جهة ثانية سلبي. في المقابل، رأى متخصصون أنه من المبكر أن تتخذ الحكومة العراقية قرارا بإلغاء الحظر بشكل كامل بعد عيد الأضحى، ولم تكن مخاوفهم بعيدة عن تلك التي أبداها المواطنون من تسبب هذا القرار بارتفاع أعداد المصابين. يعني بالنسبة لرأيي الشخصي، يعني أرى من المبكر يعني إعلان فتح الحظر يعني المطلق، يعني مولات المحلات العامة. إذا نأخذ بالاعتبار قضية وهي أنه يعني أعداد الإصابات اللي عندنا يعني بدنا نسجل 2000 وأكثر، وإن كان الآن ننحو منحنى أفقي وهذا يعني إلى حد ما يعني يبشر بالخير، مع أنه راح هذا الموضوع ينفتح. يعني أنا أهيب بالمواطنين الكرام من خلال قناتكم الكريمة أنه يلتزمون أقصى درجات الحرص، يتحلون بحس عالي من المسؤولية. يأتي ذلك فيما أعلنت وزارة الصحة والبيئة العراقية الثلاثاء عن تسجيل 2466 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و2114 حالة شفاء، و81 وفاة.